السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبائي متابعي قناة ماما نونا ترند. عاجل الآن، حادث كبير على محور 26 يوليو. عربة نقل تخطت الحاجز واصطدمت في أتوبيس وسيارات في اتجاه ميدان لبنان، وتلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة النجدة بوقوع الحادث أعلى المحور. يا رب سلم. أعزائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.